دعم حوالي دعم البترول لوحده حوالي 140 مليار ودعم الكهرباء لوحده 40 مليار، يبقى دعم الطاقه بوجه عام 180 مليار. وبعد ما نعمل بقى كده في البترول لما نيجي بقى نبيعه للكهرباء تقوم الكهرباء بايعه الكهرباء مدعمه تاني، فهنا الدعم المزدوج. دي الحسبه الاولانيه. هذه الحسبه انا ارى انها ظالمه للاقتصاد المصري لان هي بتهدر الثروات الطبيعيه اللي موجوده. الحسبه الاخرى هي حسبه الفرصه البديله. انت تستهلك في السنه ما يقرب من 73 مليون طن منتجات بتروليه ما بين غاز وبنزين ومازوت وسولار وخلاف. هذه ال 73 مليون طن ثمنها باسعار المتوسط البيع العالمي، لان انت طن السولار اللي انت مش هتستورده هتصدره، فانت لما هتصدره مش هتصدره على جنيه و10 ساغ، هتصدره على ثمن بيعه في التصدير. فده بحساب المتوسط الطن ب 750 دولار، فتقف القصه دي في حدود 52 مليار دولار. يعني النهارده هذا الرقم يعدي 370 مليار جنيه مصري. انت مطالب انك كنت تبيعهم ب 70 مليار، ففي الواقع الدعم في هذا الرقم بيصل الى 300 مليار دعم الوقود البترولي فقط بخلاف الكهرباء. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه عايز بس ادقق معلومه بتتقال كتير ان كيلو وات الكهرباء بيكلفنا 47 قرش، لا كيلو وات الكهرباء ما بيكلفناش 47 قرش. كام طيب؟ ده البيان الرسمي من الوزاره. هو بيكلفنا 47 قرش البيان الرسمي للوزاره بناء على الحسبه الاولانيه اللي انا قلتها اللي فيها كمان وزاره الكهرباء ما بتسددش كل ثمن الوقود، لانه الوقود فيه جزء منه مدعم بتدفعه وزاره الماليه. لكن لما نمسك بالحسابات الطبيعيه كيلو وات الكهرباء بياخد 200 جرام وقود في 750 دولار اللي انا قلتهم الاول. فانت معنى كده ان انت بتستهلك ب 15 سنت وقود بس. 15 سنت دول ثمنهم حوالي 110 قرش، ده بخلاف الاجور والمرتبات والمعدات وكذا وكذا وكذا. وده تصريح قال وزير الكهرباء الدكتور شاكر اول لما جه، قال ان كيلو الكهرباء بيكلفنا زياده عن 100 تكلفته زياده عن 130 قرش. هذا الرقم هو الرقم الطبيعي بتاع التكلفه الطبيعيه. لما بتدخلي بكام؟ باخده بكام انا؟ كان المتوسط ما بين 5.5 زي الاستاذ احمد ما قال، 5.5 اقل شريحه واعلى شريحه كانت 34. فالمتوسط بتاعهم كان حوالي 23 قرش 24 قرش حاجه زي كده. والفرق الدوله بتدفعهم في سوق الفرق كله دعم. الدوله بتدفعه. وهنا كان الخطا الكبير اللي احنا كنا بنتكلم فيه من زمان. لانه الدعم لا يجب ان يكون دعم سلعه، الدعم يجب ان يكون دعم مواطن محتاج. لأن أنت لا ينبغي أن تدعم السلعة للغني والفقير. لأنه هنا بقى بيحصل إيه؟ القصة اللي أنا قلت لك لو تذكر أيام تشكيل حكومة الدكتور الببلاوي. لما قلت لي سألتني سؤال وأنا جاوبت عليك. في هذا الموضوع ما ينفعش إن يبقى في عندي 80% من الدعم يذهب إلى 20% من الشعب. ومن هؤلاء ال 80% من الدعم 350 إلى 400 شخص يحصلوا على 3 أرباع هذا الرقم. مش بقصد حاجه بال 350 ل 400 شخص غير ان هم دول المسجلين فعلا قدامنا ككبار عملاء للطاقه. اصل نفس الكلام الاستاذ احمد كلنا بنقوله اكتر من مره واحنا بنتكلم على الميزانيه. كلنا عارفينه لان لما حضرتك تيجي تبص على مستهلكي الطاقه الكبار هم 400 فرد ولا كام؟ اصحاب المصانع والمنشات السياحيه الكبيره ومصانع الاسمنت ومصانع الحديد ومصانع السيراميك وكذا 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 وكذا. فهذه القصة عشان نتكلم بقى ايه في جزئية العدالة الاجتماعية اللي اتكلم عليها الاستاذ. لا انا عاوز اجي للعدالة بس عاوز الاستاذ احمد يرد لي على 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 النقطة دي بس عشان ما تهش مني المسألة دي. لان حضرتك قلت لي نقطة انا لا السؤال الاصلي اللي انت سألته لي هل انت مرتاح ولا لا؟ انا سعيد لصدور هذا القرار. ليه؟ انت سعيد عشان زي متفق مع الاستاذ احمد في هذه النقطة. ليه؟ ليه؟ لانه كان بيجي المستثمر في مصر عايز يعمل مشروع، فانت بتقول له الكهرباء النهارده بكذا، يقول لك طب استنى جايب كام؟ تقول له ما اعرفش.